انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. اول شيء اني بعلق تيابي وبشيل التشوز تبعي، بعديها اروح للستائر، بحب هيك استنشق شوي هواء، اضلني اتامل. دايما بحكي لكم انه هالشي انا كتير بحبه. بعرف جايز دايما بحب افتح هيك النافذه وبتامل في المكان، وبحب كتير اشوف الاطفال كيف هني عم يلعبوا برغم انه الطقس كتير بارد. anyway babe، اذا انت جديد في القناة واول مرة بتشوفني لا تنسى تشترك في القناة بضغط على زر السبسكرايب الاحمر، وكمان فعل الجرس، وانتظروا كتير فيديوهات بتجنن من ميرا اللي بتجنن بمزح معكم، وكمان لا تنسوا اللايك. so تاني شي بسويه انه انا بنظف البيت، اذا بيكون هيك عندي شي مكركب في البيت زي المواعين مثلا بغسلها، برتب تيابي وهيك. بسم الله ما شاء الله، احنا الطلاب متعددين المواهب، في كل وقت بنتحول لشغلة معينة. على فكرة هذا الشيء كتير إيجابي لأنه بيعلمنا المسؤولية في المستقبل، وكمان بنفس الوقت كتير بيقوي من شخصيتنا. دائما ننظر للأشياء يا بيبي من جانب الإيجابي. بعد تيجي أهم فقرة في هذا الفيديو، إنه لما أزيل المكياج أحلى إحساس ممكن بحسه في اليوم، فقرة لما أزيل المكياج، لأنه أنا المكياج ما كتير بطيقه على وشي، وبلش هيك دايما بحس حكحكة في وشي لما بحط المكياج، ما بعرف ليش. فإذا أي حدا فيكم زيي كتبنا تحت في التعليقات. Where are you team frogs؟ وعفكرة في فيديو كامل عن هذا الموضوع تحت في الديسكريبشن بوكس، رح تلاقوا كمان إشعار، فروحوا احضروه عشان تعرفوا شو هي الخطوات اللي بسويها. بعد ما أخلص بروح بسوي شاور لأنه جسمي يكون كتير تعبان على طول اليوم، وهذا الشي بيخليني كتير مرتاحة. وبعديها ببلش مذاكرة، يا إما يكون هيك عندي هومورك أو شي لازم أراجعه من المحاضرة، فبحب إنه ببداية المساء ببلش بهذا الشي وبنتهي منه لأنه بيكون عندي طاقة وقتها، بعدين لأنه بآخر المساء بحس بتعب وما بيكون عندي مجهود إني أنا أركز. فلهيك يا بيبي دايما حددوا الوقت المناسب للمذاكرة تبعكم، وقت يكون عندكم تركيز عالي. anyway بعد ما اخلص المذاكرة تبعي بروح على البلانر، بنظم وقتي، بشوف شو هي الاشياء اللي انا لازم اسويها اليوم التالي واكتبها، عشان لما اصحى الصبح بلاقي هيك المخطط والبلان كله جاهز عندي. وبنصحكم كتير بالتخطيط لانه اولى خطوات النجاح هو التخطيط. بعدها اسوي من ربع ساعة لنص ساعة يوغا. بالنسبة لي كأنا من افضل الرياضة اللي بمارسها هي اليوغا، لانها كتير بتخليني connected to myself، بتخليني اعرف افكر افضل، اصفي ذهني اكثر، وكمان حتى من ناحية جسدي بحس كتير في راحة في استرخاء، وهالشي كمان بيعطيني طاقة ايجابية كتير كبيرة انه انا اسوي اكتر وانجز اكتر وبكون كتير بالي مرتاح اكتر. ومش عيب ومش غلط لما نكون مارس اليوغا او نسوي اي نشاط تاني انه نخلي الالوان المحيطة بنا زاهية، بنحط الشموع ورد شيء هيك كمان تاني يعطينا بوش اكتر انه احنا نسوي الشيء اللي بدنا اياه. ما رح ننكر ابدا انه العين بتعشق الجمال وبتعشق الشيء اللي كتير مرتب، وهالشي ينعكس كمان على ذواتنا وعلى نفسيتنا. بس اخلص تمريناتي اسوي ماسك لوشي، وانا اليوم اخترت ماسك مصنوع من تيتري اللي هو كوريان ماسك. اذا انتم بتابعوني من زمان بتعرفوا قديش انا بحب الكوريان ماسك، وقديش انا كمان بحب الماسكات بصفة عامة. هالشي هاد مغرومة به ومن انا طفلة. بعدها اروح اسوي شاي واقعد هيك قعدة رومانسية مع حالي. احيانا في هاي القعدة بكون يا اما بذاكر، بكون يا اما اسوي مونتاج لاحدى الفيديوهات، او في احيانا تانية بكون على الانستغرام. فاذا انتم مش متابعيني على الانستغرام روحوا تابعوني هناك، لانه دايما بكون معكم بشكل يومي، بدردش معكم، بتواصل معكم هناك، تقريبا من اكثر مواقع التواصل الاجتماعي اللي انا ناشطة عليها. فروحوا تابعوني هناك يا بيبي عشان تعرفوني اكتر ونصير رفقات اكتر واكتر. بعد نص ساعة بالتمام والكمال بشيل الماسك تبعي وبأكمل روتيني للعناية بالبشرة زي ما حكيت، رح تلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس.
واخر شغله بسويها قبل النوم اني انا اثبت الوقت في المنبه تبعي عشان ما انسى الصبح اني اصحى بكير. وبس جايز، هيك كانت نهايه الفيديو. بتمنى انه هذا الفيديو عجبكم، اكيد لا تنسوا اللايك واكتبوا لي كمان كومنت حلو زيكم. هلا بقلكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواب، سلامه، باي باي.